إذن في الحلقة المخصصة لموظفي الدولي من برنامج من سيربح اليوم معنا الأخ سليمان الشراوي من سلطنة عمان، وهو موظف دولي، يعني ما عرفت عليه بالأول بس هو موظف دولي، صار معه إلى الآن 2000 ريال بعده ما شاء الله وسائل مساعدة ما استخدمها ثبت على 10,000 ريال. منشوف السؤال الرابع وقيمته 4,000 ريال. من الذي قتل المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين؟ جنكيز خان، أحد جنوده، هولاكو، تيمور لانك. من الذي قتل المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين؟ جنكيز خان، أحد جنوده، هولاكو، تيمور لانك. صعب السؤال؟ صعب جدا. في عندك 3 وسائل مساعدة. بشو عم تفكر؟ أفكر في الإجابة الثانية، أحد جنوده. أحد اسمه جنوده متأكد 100% يعني. نعم. في عندك حذف الإجابتين، عندك اتصال بصديق وعندك الجمهور. تعمل. بروح الإجابة الثانية، أحد جنوده. بدك تجاوب؟ ما فيني أضغط عليك شيء ولا أقول لك شيء. أنا قلت لك إنه في عندك 3 وسائل مساعدة عشان تتأكد. هل أنت متأكد إنه أحد جنوده؟ لا. طيب بلكي طلع غلط. والله فعلا جو أحد جنوده. بدك تجاوب؟ إجابة ثانية. خلاص شو بدي لك يعني؟ إن شاء الله. جواب نهائي؟ جواب نهائي. قلت لك أول مرة، قلت لك ثاني مرة، قلت لك 10 مرة، في عندك 3 وسائل مساعدة. أنا كنا حاطينها للأسئلة العليا. كيف شو أسئلة عليا؟ هلا إذا خسرت هلا شو بينفعوك بالأسئلة العليا؟ يلا خلص توكل على الله. أحد جنوده. أحد جنوده. الإجابة الثانية. أنت متفائل جدا بس يا سيدي تفاؤلك مش بمحله. للأسف للأسف الإجابة غلط ورجعت للصفر. هولاكو مشهورة القصة وبيقولوا المجزرة اللي ارتكبها هولاكو في بغداد روى نهر دجلة. شو حسون؟ طبعا هولاكو مشهور باجتياحه لبغداد وارتكابه افظع الجرائم. افظع الجرائم. شو رايك شفت كيف انا بزعل والله لما بيكون معي متسابق مثل الاخ سليمان عنده وسائل اول مره وثاني مره وثالث مره. يا اخي حسب اجابتين. طيب صحيح صحيح تاكد يمكن كان حذف لك الكمبيوتر احد جنوده. صحيح. واستعين بصديق اذا كان يعني ممكن الاسئله اللي بعد هذا السؤال تكون اسهل. مزبوط. ما حدا بيعرف. على كل حال بدي اتشكرك. ما عندنا حيله الى انه بدنا نودعه بتحيه كبيره للاخ سليمان. الحقيقه شيء بيزعل يعني شو بدي اعمل؟ اكثر من هيك ما فيني اعمل. حاولنا نفهمه يستعين بوسائل مساعده بتصير دائما معنا بهالبرنامج بس اكثر من هيك ما فينا نساعد المتسابق. لهون بتنتهي حلقتنا لليوم كانت مخصصه لموظفي الدولي. بشكركم جميعا. بدي اشكر الجمهور. تحيه الى اخي حسين الشبوكشي. تحيه الى فريق العمل. نلتقي ان شاء الله بنفس الموعد من الاسبوع المقبل مع برنامج من سيربح مليون. بعد أن ترأست العديد من المناصب الاجتماعية الثقافية التربوية والسياسية وبعد أن خلدت العديد من الأوسمة والاستحقاقات تدخل القدر في 14 من عام 2005 ليصبح لقبها الأكثر تداولاً اليوم شقيقة الشهيد الوزير بهية الحريري ضيفة MBC1 وسعود الدوسري في نقطة تحول غداً وفي نفس الموضوع.